طيب سألت الكابتن إينو، رميت له الحتة كده إنه عندنا نقطة سلبية في النواحي الهجومية تخص الكرة المصرية بشكل عام، برضو مش منتخب مصر بس، كل الأندية. فين الشويطة؟ فين المدفعجية في الكرة المصرية؟ راحوا فين؟ ما فيش خلاص. والواحد بيبقى زعلان والله كريم وهو بيتفرج. يعني يمكن أنا قبل كده يعني قلت، كنا لسه بنتكلم في الفاصل، بعد حسني عبد رب وإينو ما فيش حد بيشوف. وأنا ببقى زعلان يعني أوقات، زي ما كنا بنتكلم بتلاقي كرة جاية لك على 18 وانت بتتفرج في اي مباراة، انا بتكلم مش على المنتخب عامة، يعني بتلاقي الكرة على 18 ومتهيئة لك ومتقشرة والجون مفتوح قدامك وتلاقي اللعيب يروح مباصي، عايز تنط انت في التلفزيون عايز شوط هنا. ده الواحد يعني كان بيشوط من مسافات بعيد، ده دي بتبقى عارف انت على ال 18 وجاية تمام ومتقشرة و100 100 وتلاقي اللعيب يروح مباصي. طب بتباصي ليه؟ خلي بالك في ماتشات كتيرة قوي، يعني الشوط ده حاجة مهمة جدا طبعا. يعني الشوط ده وحصلت معايا كتير، يعني اكتريه جواني دي كانت بثلاثه بونت. يعني انت بتحل في ماتشات بتبقى مقفله بقى، بتبقى مقفله خلاص والفرقه اللي قدامك بتلعب زون وفي تكتل، اقعد ابني هجمات زي من هنا من الصبح، وهم مثلا بيمتازوا بالكره العرضيه بيطلع بدماغه بتاع. فانت الشوط ده اوقات وبتحصل كتير جدا وحصلت معايا كتير جدا، اللي انت بتفك التكتل ده كله وبتجيب ثلاثه بونت فانت ليه ما بتشوتش؟ حتى اللعيب حتى يا عم شوت وطلع بره، بس شوط يعني خد الجراءه، اتجرأ صيط نفسك. فحتى لو طلعت بره يقول لك اهو شاط، لكن ده في اوقات بتتفرج على 90 دقيقه كابتن وليد ما بتلاقيش حد من الفرقتين بيشوط شوطه صحيح، ما عادش دلوقتي حد بيشوط. فاتمنى اللي احنا نشوف شويطه، واتمنى وخلي بالك الناس لو اتجرأت وشاطت هيجي اهداف. ممكن يعني انه اللي نسينا نقول اللي بيشوطوا برضو امام عاشور على فكره. إمام برضو جه فترة يعني وأحرز أهداف كتير، من الناس اللي هي بتشوط كويس وبيحط وش رجلها كويس. عندك حق، عندك حق، بس هي بترجع برضو بتبقى موهبة كريم، خلي مش بس موهبة. إمام اللي خلاني نسائي بقاله كتير ما اداش قعد كده فترة ورا بعض كده، ورا بعض جونين ثلاثة كده وبعد كده هادي. بس هي رجليه قوية ومظبوطة. لا هو رجليه قوية طبعا، بس أتمنى اللي احنا نرجع بقى الشوط بتاع زمان، وحاجة كويسة حتى للمشاهد. المشاهد وهو بيتفرج بتلاقي الماتش إيه روتيني، كله اوفرات وباص وبتاع، الا بقى لو واحده بقى عرفت زي ما كانوا بيقولوا ايه تصحصح الجمهور، فاهم انت اللي انت لما في العارضه وتطلع فوق المقص، الحاجات اللي هي بتصيط حتى اللعيب. فاتمنى اللي احنا نشوف. انا النهارده كنت قاعد بفتكر مع زمايلي كابتن وليد سمير كمونه بقى ومحمود ابو الدهب ومحمد صبري كابتن حمزه الجمل، كابتن حمزه الجمل طبعا كان لسه معايا امبارح. ناس كانت الكره تيجي على رجلهم انت بتبقى عارف انها رايحه جول، رايحه انا بكلمك كمان من قبل جيلك انت حسني عبد الرب وكابتن بشير طبعا. فانت عارف حتى المدرب يعني المنافس او المدير الفني للفرقه اللي بتلعبها حتى في المحاضره انت بتبقى نازل عامل حساب، خلي بالك من فلان مثلا اللي هي الكره لو جت في رجله ده بيبقى رقم واحد عنده الشوط، فلازم نعمل بلوك عليه او لازم نضغط عليه ما تديلوش مساحه عشان يشوط. عارف انت دلوقتي خلاص ما حدش حد بيذكر حد بيشوط في المحاضره حتى وانت نازل. فحتى لقب المدفعجي اللي انت بتتكلم عليه كريم تحس اللي هو خلاص ابتدى ايه يتسرسب كده، ما عادش فيه دلوقتي. فاتمنى اللعيب لازم يتجرأ، اللعيب لازم يشوط، اللعيب احنا دلوقتي ما نشوطش الا كوره ثابته فاهم، فاول على ال 18 فتلاقي واحد يخش يعملها لان دي من اساسيات الكوره كمان يا كريم. يعني انت تتكلم في الشوتينج والباص والسروهات والكلام ده كله، دي من اساسيات الكوره. هي حته الشوط فعلا غايبه بقالها فتره، مش موجوده، قليله جدا. وممكن تبقى في عند بعض الانديه او بعض اللعيبه في انديه، لكن برضو ما بناخدش بالنا منهم لان بيبقى كل تركيزنا برضو على اللعيبه اللي بنسمعها او اللعيبه اللي هي بتجيب اجوان اصلا كانت بتجيب بالشوط. صح. لكن حد مميز زي مثلا اينو، زي حسني عبد الرب، وزي محمود ابو الدهب وكمونه وبشير التابع والحاجات والناس دي، مفيش، قليل. الموضوع ده قل، وممكن يكون قل من طبيعه التكتيك اللي بنشتغل بيه او طبيعه ان حته التكتل الدفاعي في الثلث الاخراني ده برضو ممكن يكون عامل مهم، من حته اللي هو مفيش زاويه رؤيه عشان اعمل التصويب او الشوتنج، فيقول بدل ما تضيع اضمن الكوره. فدي حاجات برضو امور
لازم المدير الفني او المدرب يشجع اللعيبه على الحته دي. اول ما تشوف ال 18 زي اينو زي اول ما تشوف خط 18 او دايره اللي هي على ال 18 تعمل التصويب يعني. لو في زاويه رؤيه، لو ما فيش زاويه رؤيه طبيعي جدا مش هعمل التصويب يعني. صحيح. لكن من برضو افضل الناس من نسوش عبد الله السعيد طبعا ومحمد مجدي قفشه يعني في لعيبه في لعيبه كتير بتشوط. هي الفكره الاستمراريه يعني في واحده تيجي كل فتره، بس انك تبقى نازل كده الملعب وعارف ان اللعيب ده هيشوط 3 4 كرات منهم. انت عارف كريم انا عايز اقول لك حاجه ويمكن الكابتن وليد يتفق معايا، الشوط وهي كره متحركه اصعب من الكره الثابته 100% يعني فاهم يعني الناس انت الكره ثابته فاول مثلا على 18 الناس كلها العالم كله اللي بيتفرج عارف اللي هي كده كده ما هتشوط واحده. لكن الصعوبه في ايه اللي وانت بتلعب وكره متحركه انت بتعدل انت اللي بقى بتخلق لنفسك وتقدر زاويه وبتحاول تقدر انت بقى اللي وانت بتجري صح. هي دي بقى بتبقى مهاره موهبه ولازم اللعيبه تتمرن عليها. يعني انا فاكر مثلا واحنا في طبيعه الملعب برضو طبعا وانت في النادي يعني واحنا في النادي الاهلي كان دايما مانويل جوزيه ياخدنا بعد التمرين انا وعبد الله السعيد مثلا واحمد فتحي نشوط كتير اكيد حسني كان في الاسماعيلي. طب انت ما قلتش ليه وانت في الزمالك وفي الزمالك كنا مثلا الكابتن بشير التابع بيشوط تقول في الزمالك الاول وبعد كده الاهلي يا كابتن وليد مصر هتلعب بعد شويه لا فاهم انا اقصد ايه بلحقه بس ايوه يقول الزمالك الاول ما هو كان في الزمالك. لا والله انا بتكلم بشكل عام والله. فدايما الكوره انت اللي بتخلق لنفسك مساحه، انت اللي بتخلق لنفسك زاويه رؤيه اللي انت تشوط انت. لكن الكوره الثابته من الناس كلها عارفه اللي هي كوره ثابته.